الدراري هاد يديو راه بغاو كلشي ولكن فين نصوبهم؟ راه باين كاين حايحة كاين تنشرب، المهم تنشرب غير الكاس ديال اتاي والزيت والخبز، هادشي باش ناكل في هاد الرمضان. شادو الحجر عندها الى مشى هادو راه مشى ضربو شي مشى حالاتو. انا السميه ديالي صابر الحسين، راه العملات بني ملال، دايره في مودي دوار ايت مغجدين. يا خويا تشوف تنظم مع المحسنين يعاوني هاد العواشر هادي، راه ما عندي فاش ناكل، راه ما عندي فاش نجيبو الدراري فاش ياكل. وانت تشوفها راه تشوف الدار ديالي راه مكرس، راه العواشر هادي، راه كاين العيد الكبير الله الا غير واحد المحسن اللي تجيبني العيد. ولا تشوف سيدي هاد الدار هذا راه كلشي متكرس، ها انت تنغطي غير في الحصيره ديال الشتب. خصنا الحوايج، خصنا باش ناكل. والله جزاكم بخير، تشوفوا هاد الدار هذا راه الى كان شتا الله الا ما تنعس، انا ما تنعس ترخب فاش يطيح، الى طاح راه كلشي ثمن ديال الناس مشى بحالته. انت تشوفوا العواد وكلشي مغطي بميكا، كو عام تنطلب باش نشري ميكا. كاين دابا كاين غطيت بميكا والتراب، تيكون الفار تياكل ميكا و تيتشرك ميكا. انا بالجبل. الله يجازيكم بخير، انتم ما تشوفوا الله يرحم والدين، اللي بغى يعاوني يعاون في سبيل الله، يعاون المحسنين، تنطلب المحسنين فاش يعاوني والمؤمنين. انا عم عندي سيدي عندي 65 عام، 65 تنقول 65 66، الشفا ديالي مشات ليا 16 عام هاد اللي ما تنمشي في حتى حاجة، ما تنعرفين ندوز، ما تنعرفين اش ناكل، ما تنعرف ماش نشرب. راه تنوض مع الصباح تنمشي حدا الدار وتنريح تما، من الصباح تتروح الشمس ودخل ليا في الدار. وراه الدراري اسيدي وراه بغاو كلشي ولكن فين نصوبهم؟ راه باين كاين حايحة كاين تنشرب، المهم تنشرب غير الكاس ديال اتاي والزيت والخبز، هادشي باش ناكل في هاد رمضان. وتنطلب المحسن اسيدي يعاوني لله تعالى، يعاوني اللي عنده شي حاجه، يعاوني اللي ما عندوش الله يسهل عليهم. هذاك الشيء فاش تنطلب يشوفنا هاد الدار، يبني شي حاجه فاش نعيش تنموت، والله يعاون. عندي الولاد اسيدي، عندي 6 الولاد، 3 البنات وثلاثة الدراري، واحد تيقرا مسكين، راه ما عندي فاش نشري الكنانش، ما عندي فاش نعطي فاش ترانسبور، غير تنطلب باش فاش يمشي في القرا، فاش نخلي ما يفقد بلا القراية. وكاينين شي زمان ما تناكل، ما عندي ماش ناكل، كاينين ماشي زعما، وانا غير صبرا من راسنا صافي، تنصبر براسنا، اش بغي ندير؟ اللي بنا من اللي ما تيشوفش يخدم راه ما يخدمش، اللي مريض ما بغاش يخدم ما يقدرش يخدم، وهذا الشيء اللي عطانا الله. مرحبا يا سيدي ربي، هذا الشيء عطانا سيدي ربي، مرحبا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.